مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم ورمضان كريم يا كابتن، وحلقه جديده ونجم جديد ورحله داخل الملاعب وخارج الملاعب، فانوس رمضان، المسحراتي، الدورات الرمضانيه، حكايات كتيره هتكون مع ضيفنا النهارده، وهو يعتبر قائد عائله نادي اسكو والاداره داخل نادي اسكو، هو كابتن محسن محمود اللي بدأ العمل في نادي اسكو من الفريق الهوكي الفريق الاول لاعبا ثم مدير فني وتمثيل مسرحي، مشوار كبير قوي حتى وصل الى مدير عام نادي اسكو. بنرحب بيه ونقول رمضان كريم يا كابتن. رمضان كريم يا كابتن خليل، وكل سنه وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى الاسره جميعا يا رب. جميعا يا رب. يعني حدوته كبيره بدات كده بالهوكي حتى الفريق الاول لنادي اسكو ثم مدير لنادي اسكو، ونجاح اداري كبير هو اللي وصلك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. هو نادي اسكو بيتنا الاول اكيد، بعد بيت العيله اكيد طبعا، واحنا اتربينا فيه زينا زي كتير من نجوم نادي اسكو. وانا بدات في النادي من 83 حتى يومنا هذا، ما فيش يوم بغيبه عن النادي، ويكاد يكون عشت فيه اكتر من عشت في البيت الكبير يعني، الحمد لله. يعني مدير اداري لعيب الاول اقوى الاول، انا كنت لعيب سنه 83 لحد 86 كنت لاعبا في الفريق الاول الهوكي في النادي، وكان فريق كبير ليه اسم كبير زيه زي فريق كره القدم زي بقيه الالعاب. وبعدين بعد كده اعتزلت اللعبه واشتغلت في العمل الاداري مدير اداري الالعاب القوه، ثم بعد كده مدير من اداري 85 ل 86 من 85 86 من 86 او 87 لحد 1999 على ما اظن مدير اداري لالعاب القوه، ثم بعد ذلك مدير اداري للفريق الاول قدم وبعدين بعد كده مدير الكوره يعني. اكيد هم لمسوا النجاح الاداري يا كابتن فابتدوا بقى يعني ياخدوا. انا بس هنا بيستوقفني سؤال يعني لازم الاول اساله لك، يعني نادي اسكو كان هوكي وكان تمثيل مسرحي وكان كره يد وطلعت رموز والعاب الطايره والسله، فين الالعاب اللي كانت في نادي اسكو يعني؟ والله يا كابتن خليل انت مش غريب عن نادي اسكو. اولا يعني ان انا عايز اقول لك ان نادي اسكو اساسا بدا في حدود 16 لعبه، كان عندنا هوكي وعندنا سكواش وعندنا سباحه طويله وقصيره وعندنا ماريسون وعندنا العاب قوه في كل الالعاب. امر طبيعي يعني لظروف الماديه ووضعنا الاقتصادي اللي هو اصبح متردي بعد ما الشركه تعرضت لظروف اقتصاديه، ما بقاش في مادي للشركه من شركه للنادي يعني، فاصبحنا دلوقتي قللنا الالعاب، وصلت حاليا دلوقتي في حدود 11 لعبه. فاحنا هي العمليه مش الكم، احنا دلوقتي بندور على الكيف، وممكن في السنين اللي جايه هنقلل الالعاب بحيث ان احنا نجود في الالعاب الموجوده ونسمع ويبقى لنا اسم افضل باذن الله. طبعا اسكو يعني اللي بنى اسم اسكو اسكو كان ليه تاريخ طويل جدا في كره القدم، يمكن انا احد الشهاد وابن من ابناء نادي اسكو، ويمكن كتير من نجوم نادي اسكو حتى في حلقات سابقه بيقولوا لي انت دايما تقول انا ابن الزمالك انا ابن القناه، ما تقولش انا ابن اسكو ابدا. انا بفتخر جدا ان انا ابن اسكو، بفتخر جدا ان انا ابن صبرا، وعشان كده انا عايش معاك المواقف وحاسسها كلها. اللي عمل اسم نادي اسكو هي فرقه كره القدم، التاريخ الكبير، ابو رحاب، الكابتن حمدي نوح، الكابتن مختار مختار، يعني كتير، عطيه شحاته، ياسر، هنقعد نعد اسماء كبيره جدا، عاطف جعفر، اسماء كبيره، سامر فاعي، شهير بالبرج، اسماء كبير جدا كانت في نادي اسكو وما زالت ليها وجود في عالم التدريب. الاجيال اللي بعد كده يا كابتن ايه اللي موقف الدنيا فيه ايه بالظبط؟ حضرتك لما اتكلمت على الاسماء دي على سبيل الحصر يعني، مش على سبيل الحصر، على سبيل المثال، على سبيل الحصر انا اقول حسين السيد الزمالك منتخب مصر، اسماء كبيره. واحنا يعني منذ ما نزلنا من الدوري الممتاز، وحضرتك تعلم برضو المعلومه دي، من سنه 1980 حتى وقتنا لهذا كل سنه بنطلع لعيب واثنين في الانديه الكبيره. يعني اخرهم مثلا كان وجيه عبد العظيم المصري ثم الزمالك، وائل الاباني اسوان ثم الزمالك. حاليا دلوقتي في اثنين لاعبين من عندنا، واحد في الناشئين وواحد في الفريق الاول، الانديه الكبيره بتتكلمنا عنهم واحنا في تواصل معهم. طاهر ابو زيد من نادي اسكو. طاهر ابو زيد الراجل كان من اسبوعين عندنا بيحضر حفل تأبين في نادي اسكو، والراجل اقر بكده وسعيد ان هو كان مختار من مختار اسكو، وكابتن مختار طبعا عالم من الاعلام، وكابتن حمد طبعا راجل محترم جدا. وعندنا مدربين مالين الدول العربيه، على راسهم رضا هاشم، على راسهم عطاش حياته، كلهم اسماء كبيره وابناء النادي يعني.
احنا فين دلوقتي يا كابتن؟ يعني اكيد هناك اهداف وتخطيط، انا اعلم تمام العلم انك انت ابتديت عايز تعيد التوازن مع مجلس الاداره المحترم اللي انت بتمثله هنا في النادي، اكيد انتوا بتحاولوا تعيدوا التوازن مره اخرى لنادي اسكو انشائيا ورياضيا في متمثله في الالعاب. والله انا مش هكذب عليك، انا محظوظ ان انا معايا مجلس اداره قوي ومتفاهم وناس محترمين وحابين يبقى لهم او يشاركوا في البصمه او السابقين اللي كان ليهم بصمه على نادي اسكو. الناس بتساعدني وبتساندني بشكل قوي جدا 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 جدا. انا كمان بسبب ان هم حماسهم ده بعمل اللي انا عايزه والناس ورايا في ضهري بالامانه. واقول ذلك احنا اتجاهنا بامر الله السنين خلال سنه او اتنين مش هتبقى خطه طويله المدى، هتبقى قصيره جدا جدا. لازم يبقى لنا تواجد في الدرجه الممتاز باذن الله، سواء على فريق كره القدم او في فريق كره اليد او السله او الطايره. الاخبار الانشاءات يا كابتن؟ والله انا عندي الانشاءات، انا اولا بشكر المهندس خالد عبد العزيز، راجل محترم وراجل احنا بعتنا له شكاوي ان احنا عندنا اساسا منذ 50 سنه ما فيش حاجه جديده اتعملت في النادي، راجل استجاب لينا وعمل لنا ملعب خماسي على اعلى مستوى، وحاليا دلوقتي بيعمل لنا الملعب الكبير، وان شاء الله خلال، بس انا بتمنى يعني ان هو يعني توصيه منه لشركه المقاولات اللي ماسكه الملعب انها تخلص وتنجز بسرعه عشان انا ايه ما اضطرش ان انا اجر ملاعب بره. طبعا معروف ان نادي اسكو يمكن بيلعب كل مبارياته في كره القدم خارج ملعبه، الفريق الناشئين كله في مركز شباب الساحل، ويمكن انا هنا يعني انا بشكر مركز شباب الساحل لاني اعلم ان هم استضافوا كل ناشئين نادي اسكو بدون اي مقابل، وده موقف جميل من مجلس اداره نادي الساحل لان هما الاثنين في واحد. الفريق الاول والتدريب والمباريات على ملعب بهتيم، ويمكن المستشار سمير الزهار يحاول بقدر الامكان ان هو يقلل شويه من التكاليف، لكن دي يا كابتن الناس برضو لو كان حبيبك عسل مش هيستحملونا كتير، الدنيا برضو عايزه من معالي وزير الشباب والرياضه ان الدنيا نخلص بدري بقى، يعني يعني اللي هيستحملني سنه واتنين مش هيستحملني تاني. والله كابتن خليل شركه المقاولات اللي جت مضيتنا على محضر خلال 6 شهور، مش عايز اقول لك عدت الست شهور، عدت 60 شهر، لا عدت 6 شهور وعملوا حاجات مش عايز اقول لك 50% من صيانه الملعب، 50% دي خلصوها في 3 ايام. طب يا جماعه ما دام انتوا قادرين تعملوا كده طب ما تخلصوا عشان ترحمونا يعني الفتره اللي جايه يعني. طيب انا وانا هنا في نادي اسكو وانا ابن من ابناء نادي اسكو دايما اقولها بقى عشان الناس ما تزعلش مني، اللي هم زمايلنا ونجومنا السابقين في نادي اسكو، لان هم بيلاحظوا ان انا في كل محفل يعني مش هقعد، انا مش هقعد اعمل عد الانديه اللي لعبت فيها وان انا حكم واستحاله، فانت بتذكر حاجه واحده، فانت الحاجه الوحيده ان هو كان اول نادي ارتديت فنانيته وهو نادي الزمالك، ده اللي بيسعدني دايما ان انا بقول ابن نادي الزمالك. كان فيها كابتن هنا حاجات واحنا في رمضان وكل سنه وانت طيب بقى، ونخرج من انشاءات ونادي اسكو ان شاء الله بالتوفيق الايام اللي جايه كلها يا رب اللي هي بتتحقق. كانت في حاجات جميله هنا، يمكن انا في لقاء مع نجم من نجوم نادي اسكو كابتن سامر فاعي، العمال اللي هنا كان بتعمل لهم فطار وكان بتعمل لهم حاجات كده جميله، في حاجات تقليديه كانت الناس بتفرح ان يجي النجوم ويقعدوا معاهم، كانوا يفطروا يعمل في يوم فطار كده بيتعمل في شهر رمضان، الحاجات دي كانت بتبقى جميله. فين التقاليد دي يا كابتن جوه نادي اسكو؟ هو احنا ما كناش بنعمل العمال للنادي فقط لا غير، احنا كان عندنا شركه فيها 27,000 عامل. 27,000 عامل، كنا عاملين يوميا فطار لعدد من العمال على مدار 30 يوم، لازم ال 27,000 عامل مع العاملين بيسكو ان هم يفطروا مع رئيس مجلس الاداره مع نجوم الكوره. مع نجوم الكوره، بس ده بقى يعني الحاجات دي كانت امكانيات. طب هل ما فيش احنا ممكن نقلل الكم يعني ننقي يعني يبقى يوم نقول نجيب رموز نادي اسكو، الحاجات دي بتفرح العمال ويتعمل يوم مش هيبقى فيه تكاليف قوي يعني. على فكره كابتن احنا مستمرين عليها كل سنه بننقي عدد من العاملين اللي هم يعني عندهم كفاءه وعندهم جديه في عملهم، بنبعت دعوه ل 10 15 واحد مع اعضاء مجلس الاداره مع نجوم الكوره وبنفطر مره واثنين في رمضان. كلمني بقى كابتن كده واحنا في بدايه رمضان قبل ما ادخل معاك بقى في رمضان والاكله الجميله والسفره والقعده واللمه، انا اعلم تمام العلم ان انت بيت العيله، اخواتي واولاد اخواتي وقاعده كده بتعملها معاهم على طول والقعده في رمضان نتكلم عليهم كده ونقول الطقوس بالنسبه لك في رمضان معاهم.
والله الطقوس في رمضان دايما اول يوم عندي اخواتي ربنا يديهم الصحه، دايما صلاح و عندي محمد وصلاح ومدحت ولبنى وحنان واولادهم بيجوا عندنا البيت، فاول يوم ده بيبقى فرح في لو كل انت حابب قوي يوسف ومحمود و لا وعندنا وفارس ميسي الصغير ميسي الصغير طبعا هنتكلم عليه ان شاء الله. فاول يوم بنعزمه فكل واحد ليه اكله معينه بتتحضر، وبعدين ايه بنعيش على العزومه دي 3 4 ايام بعد ما بيمشي وبقى عندهم عندنا فائض يعني بيقعد معاك فائض اكيد اكيد ما بيخلصوش كل لا لا مخلص الاكل اكيد. المفضله ايه يا كابتن؟ الاكل المفضله عندي الملوخيه اكيد يعني. على طول مع اللحمه الحاجه بقى وبتاع الحاجه ربنا يديها الصحه يعني على قدها يعني بس نفسها برضه موجود ده طبعا هي تعمل هي نورت البيت هم بيسموا كده بيعملوا لا هي تشرب بس لا الطشه الطشه دي هي اللي بتعمل اكيد هي دي سر النجاح ربنا يديها لنا ربنا يديها الصحه ربنا يخليها لنا ربنا ايه تاني غير الملوخيه يا كابتن؟ والله المحشي طبعا انت عارف المحاشي والحاجات دي بس انا مش اكيل قوي يعني انا اشرب شوربه كلام من ده ويوسف ومحمود وفارس لا دول بياكلوا كتير وما بيبانش عليهم حاجه غريبه يعني طب انا هاخدك بس الاول في فاصل اتفضل واروح للاولاد واروح لجزء من العائله اتفضل اتكلم معاهم اتفضل وارجع لك اتفضل يا فاصل اسمي يوسف محمود صلاح محمود محمد في اسمي تحت محمود بشجع الاهلي الزمالك الاهلي بحب مثلا المكرونه بشاميل جلاش بحب الاكلات دي المحشي مكرونه سكريبتي وجبنه رومي بحب اكون زي كريستيانو رونالدو ميسي طبعا كابتن انت احنا شفنا مع بعض اللقاء شفنا يوسف ومحمود وفارس والعائله بتتكلم طبعا زي ما انت بتقول انت ممثل مجلس اداره هنا في نادي اسكو انت ممثل برضو مجلس اداره في العائله وربنا يخليكم كده لبعض ويخلي لكم الحاجه وتفضل الطشه على طول موجوده يعني ايه رايك في كلامهم عجبك كده؟ اكيد طبعا اكيد هو على فكره فارس ده شهير بميسي اكتر ما هو فارس انا عايز ابتدي اتكلم معاك الاول اخدك كده في الاولاد وميسي اللي انتوا ايه سبب ميسي يعني؟ عشان هو شبهه شكله قريب منه واخد من ميسي انت شفته في الملعب بقى يا كابتن هيطلع شبهه برضه في اللعب ولا بعيد شويه؟ والله هم لحد دلوقتي ميولهم الفرديه في الالعاب الفرديه اكتر من الجماعيه يعني لحد دلوقتي مظهر ليهم شكل في الالعاب الجماعيه انما الالعاب الفرديه هم كويسين جدا يعني عندنا واخدين احزمه بسم الله ما شاء الله يعني هم داخلين في العاب ايه يعني الكاراتيه يوسف ومحمود كاراتيه داخلين على الحزام الاخضر في السن الصغير ده فارس حزام لسه اصفر اول درجه عندنا سلمى برضو حزام اصفر اول درجه يعني هم متجهين للشكل الرياضي وده انا بعيد عن كره القدم يا كابتن لا عندنا يوسف ومحمود هيبقوا في كره القدم كويسين بس في الاكاديميات عايزين في الاكاديميه اكاديميه النادي المرحله التعليميه يعني في المرحله التعليميه الاولى الاكل بقى اللي هم دايما كده يقول لك لا احنا عايزينه هم الاطفال بيميلوا اكتر لاكل اللحوم والبيض وكلام من ده يعني ما لهمش بقى في الحاجات التانيه دي يعني المحشي ما ياكلوش قوي فيه كده وبتاع وانت الحاج بقى ايه اللي بتطلبه منك دايما؟ والله الحاجه هي ما بتعمليش حاجه غير انها تدعي لي بس يعني عشان هي سنه كبيره دي احلى حاجه ده احلى حاجه طبعا انا عايش انت خدت الخلاصه انا عايش بدعاء اكيد بقول لك انت كده خدت الخلاصه ربنا يديها الصحه الدعاء يعني من ذكرياتك بقى كده لما ارجع للذكريات وذكريات الطفوله يا كابتن محسن انت ولدت ومسقط راسك فين؟ انا اساسا اتولدت
بس في محافظه الشرقيه في ابو كبير. ما قعدتش غير اسبوع وبقيت عمري كله ما قضيتش في ابو كبير. اكيد. طبعا واحنا صغيرين طبعا كان الدنيا مختلفه تماما عن دلوقتي. يعني مش عايز اقول لك قمه التكنولوجيا. الفانوس الالوان ده الصاج اللي انت فاكره يعني لما الشمع وبتاع اللي بتفتح كان بابا شكله جميل جدا. وبعدين لما كانت تمسكه بشكل مباشر كان لازم يحرق صوابعك. كان لازم تعمل له رباط كده ولا حاجه عشان ايه، لانه كان قريب جدا من مصدر اللهب. فكان لازم تمسكه بحاجه كده من بعيد. وكان بيبقى ليه حلقه من فوق كده. ما الحلقه دي لما كانت تمسكها كان الشمعه اللهب بتاعها بيوصل لصباعك. فكان لازم تطول. انا شخصيا الفانوس انا عندي عقده نفسيه من زمان يعني. كان عندي حوالي 6 سنين. واحنا كنا من عائله فقيره. وبعدين قلت انا عايز، كنا بنجيب الاول الكوز كده وبنحط جواه الشمعه ونقول. فانا كانت امنيتي ان انا عايز بقى يعني اكون مميز يبقى عندي فانوس. فضغطت على الفاميليا لحد ما قالوا لي ايه، خلاص هنجيب لك فانوس. كان الفانوس ده ب3.5 ساعة. ورحت امد ايدي بقى في الزحمه وبتاع، خدي هاتي فانوس. خمس واحد ابن حلال خد الفلوس من ايدي، ما خدتش الفانوس. فضلت برضه محروم من الفانوس. اولادي بقى نرمي ربنا يخليها لي. ربنا يخليها. اول هديه جات لي بعد 50 سنة يعني، وانا 6 سنين. بعد ما قعدت 50 سنة بنت قامت جايبه لي الايه؟ الفانوس. فالفانوس ده بالنسبه لي انا مسبب لي عقده، انت فاهمني ازاي؟ فانت الشكل وانت بتشرحه كده وانت بتحكيه انا شفته دلوقتي بقى يعني من كام يوم كده. مسكت الفانوس انا وقعدت اقول وحو يا وحو. انا هو واضح ان في تقارب ما بيننا وبين بعض. هو واضح ان في تقارب ما بيننا وبين بعض في السن. انا برضو وانا صغير كان في نوعين من الفوانيس، مفيش ثالث. هو ابو باب اللي بيتفتح، الفانوس المبطرخ اللي كان لون واحد، اللي هو والفانوس اللي بيتفتح عملوه الصينيين. اللي كان بيتركب شمعه من تحت. ايوه. والفانوس ليه باب. ده كان بس ابو باب ده اللي هو كان ده قمه التكنولوجيا. انا عمري كله بحلم بالفانوس ابو باب ده. بس خلي بالك الطبخه لا، وانا ممكن في اي وقت هجيب الفانوس. ايوه. أنا بس ان هو اللي يجي لك ده حاجه اولادك عوضوك خير عنه. الحمد لله رب العالمين. مش عايز اقول لك لا، هو كان المجتمع المصري احنا بيتهيألي سن واحد يعني. المجتمع المصري كان الغالب فيه الطبقه المتوسطه. هو كان الفانوس والكوبايه او الكوز اللي انت بتقول عليه ده اللي فيه الشمعه. ده كان بتاع الطبقه المتوسطه، ما كانش بتاع الطبقه الفقيره. خلي بالك انت بتتواضع بس يعني. انت كان بقى فين بقى بعد ما جيت من الشرقيه؟ نزلت قعدتوا فين؟ في شبرا ولا احنا كنا قاعدين في شبرا احنا. ماشي يعني. ده على مدار بقالنا اكتر من المظاهر بقى الجميله يا كابتن. طبعا حي شبرا طبعا حي بيجمع كل طوائف الشعب. طبعا من ناس غلابه قوي، ناس متوسطه. ما انا باخد ودي معاك عشان احنا شبرا. لا هسيبوا بعض اكيد. للطبقه على فكره طبعا في طبقه برجوازيه جامده جدا في شبرا يعني. ايه اللي اتغير يا كابتن المظاهر بتاعت ربنا؟ اللي اتغير في المظاهر طبعا البني ادم نفسه اتغير للاسف يعني. كان جينا مثلا لمجرد ما يسمع صوت ابوه من على سلم العماره كان كاد يكون بيلتزم، لو صاحب ينام عشان من شده الخوف. الوقت لا، الجيل اختلف تماما يعني. ما بقاش في احترام، ما فيش توقير كبير. ما بيرحمش الصغير، والصغير ما بيوقرش الكبير. لا والله هي موجوده، هي من رحمه ربنا، بس نقدر نقول انها قلت جدا. يعني قلت، ولكن احنا زي ما بنقول ان جيل بيسلم جيل يا اكيد كابتن. يعني زي ما انت بتقول كده، انا مع والدتي الملوخيه والاكله والتقاليد انت بتنقلها، واكيد انت بتنقلها ليوسف وبتنقلها لمحمود وبتنقلها لفارس. فنقل التقاليد ديت هي اللي ما بتوقفش السكه، ولا عمر تقاليدنا تقع خالص. انا هاخدك بس شبرا بقى والدورات الرمضانيه داخل نادي اسكو. معلش انا هكمل بس الحته. حضرتك الجيل بتاعنا كان في مثل اعلى. الجيل الحالي بيفتقد للمثل والقدوه. الاب بيقول لابنه ما تشربش سجاير وهو بيشرب سجاير. المثل والرمز زمان راجل غلبان اللي بيشتغل عند حد متعلم او حد غني لما بيعمل حاجه بيقلده. فاصبح الوقت الراجل اللي هو بيعتلي اعلى المناصب بيخش السجن. فاصبح السجن ده حاجه مش عيب. خلاص عادي يعني. فالمجتمع اصبح الوقت للاسف اصبح الفاسد دلوقتي. التلت فوق والتلتين مش لاقيين ياكلوا. فالتلتين ما مش لاقيين ياكلوا بقلدوا التلت اللي هو معاه الماده والفلوس. فبلاقوه بيتسجن وبيعمل اسلوب سيء. فاصبح المجتمع السمه السائده فيه للاسف مش مظبوط. لكن انا اتمنى ان، وده اكيد، ان مصر ستظل خصوصا في المناطق اللي حضرتك بتقول فيها اللي هي شبرا والقلعه يعني اللي هم اساس مصر دول، اكيد ستبقى القيم والتقاليد ان شاء الله في مصر قائمه، وستفضل ان شاء الله مصر محروسه. ولكن زي ما انت بتقول حضرتك كده ان المساله قلت، وده بيزعلنا جدا لان احنا تعودنا على تقاليد معينه. هي قلت ولكن ما اختفتش، ولكن ان شاء الله يعني ستستمر باذن الله. كابتن اخدك ليه الدورات الرمضانيه بقى اللي انت عشتها في شبرا، والدورات الرمضانيه اللي انت نظمتوها في نادي اسكو. والله الدورات الرمضانيه دي كانت
كانت مش عايز اقول لك حضرتك رمز او سمه اساسيه من سمات شهر رمضان الكريم. احنا على مدار تاريخنا كنا بنعمل الدوره لحد ما توفى الاب الروحي النادي اسكو الكابتن محمود تشالش رحمه الله عليه، والجيل المتميز الجيل المحترم اللي كان طول الوقت بلم وطول الوقت بحب النادي وبيدفعه لقدام. المرحوم احمد شراف الكابتن صبحي عبد السلام، موجود دلوقتي الكابتن عبد الجليل ربنا يديله الصحه. فاحنا من الفتره دي بطلنا نعمل دورات رمضانيه لان اصبحت برضو بيخش فيها عناصر من الشباب الصغير للاسف اخلاقيا ما بقاش، واعضاء النادي لهم حق ان هم برضو. احنا يا كابتن ما نستسلمش يعني، انت عارف دي بقت من تقاليد. انت النهارده كان نادي اسكو بيلم عبء كبير جدا من شبرا، وكانت بتبقى فرصه للاختيار ولا الاختبار. يعني انا من افضل من ان انا ادخل وانا النهارده في شهر، يعني انا في توقيت اجازات بالنسبه للاولاد، واحنا في شهر رمضان دلوقتي، انا عندي دوره رمضانيه انا ممكن اكتشف فيها 7 8 لعيبه او 10 لعيبه النادي اسكو افضل من الاختبارات اللي بتتم. والله انا بشوفه هو بيلعب تحت ضغط يا كابتن. والله يا كابتن كلامك مظبوط، بس زي ما انا بقول لحضرتك احنا ما بقاش عندنا عناصر عندها القدره ان تدي وقتها ماشي لحد وتقعد تبص زي ما حضرتك بقى كل الوقت مستعجل وبتاع والاكاديميات والاكاديميات فاحنا يا دوب كويس قوي الاكاديميات تعوضك الاكاديميات بتطلع لك وعندي اختبارات بشكل يومي وبيجي لي اعداد كبيره فده مجهود كفايه وعلى الناس اللي موجوده دلوقتي. يعني اللايم بالدور ده كابتن احمد ابو حب ربنا يديله الصحه ومعاه مجموعه هايله من المدربين وكفايه عليهم، فاحنا مش عايزين نحمل او نثقل عليهم كمان بدورات رمضانيه وكلام ده. بس هي برضه سمه كانت من سمات اسكو، نتمنى ان هي تشوفها. هي كانت سمه من سمات رمضان يعني، بعد ان شاء الله كده مع الباشمهندس خالد عبد العزيز كده، يعني هو احنا بنشكره على الدعم اللي هو بيقدمه، ولكن احنا بقى يعني برضه عايزين نستعجل نخلص بدري، تبقى في ملاعب خماسيه، نلاقي الملاعب الملعب الكبير شغال. اظن دي هتساعد كتير يا كابتن ان احنا نبدا من جديد، نقول الدورات الصيفيه والدورات الرمضانيه اللي هي كانت موجودة في اكيد لما الملعب الكبيره يتعمل هيتوفر عندي ملاعب صغيره اقدر اعمل فيه دورات رمضانيه وكلام من ده يعني. انما في ظل ان انا ما عنديش ملاعب فيا دوب عندي ملعب او اتنين بعمل عليهم الاختبارات والاكاديميه يعني. طب طمنا على الفريق اسكو في ختام حلقتنا كده، اخبار الدنيا ايه في دقيقه كده؟ مين اللي هيبقى الجهاز؟ والله لا انت عايز لا والله مش لسه، هو مش خبر مش يعني هيبقى اول حد بيعرفه هو كابتن خليل ابو العيله نبيل. ايوه كابتن انت عارف يا كابتن انت ابن النادي اساسا طبعا. كابتن نبيل ابراهيم طبعا المقاولين. نجم المقاولين وهيبقى معاه جهاز معاون احد ابناء نادي اسكو ان شاء الله، هيبقى حد من ابناء نادي اسكو بامر الله. وان شاء الله قطاع الناشئين هيبقى رئيس القطاع كابتن احمد ابو حاب ومدير الاكاديميه كابتن عبد الغني ابراهيم، ان شاء الله خير باذن الله. كابتن محسن كده واحنا في شهر مفترج وايام رمضان الجميله، وانت عايز نقول للناس دائما عشان ربنا يتقبل منا واحنا في احتكاكنا مع الناس سواء داخل النادي او على نطاق الاسره، اكيد بتبقى فيه انا زعلان من الناس يعني او مقموص شويه او ناس مقموصه شويه وعايزين نقول لها رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، هتقول لي مين؟ انا اقول لاي حد انا مزعله وانا مش واخد بالي، بس انا حريص جدا ان انا ما ازعلش حد. ممكن يكون بسبب طبيعه شغلي في حد زعلان مني فانا بعتذر له وبقول له كل سنه وانت طيب. بقول ليا ولاسرتي وكل الناس اللي انا بعرفهم واللي انا ما بعرفهمش رمضان كريم، وخلوا بالكم من الناس الغلابه، في ناس غلابه كتيره محتاجه ان احنا نساعدها. دايما الحاجه بتقول هي عماله تدعي لي النهارده، بقى انا عايزك انت تقول لها حاجه. أولا كل سنة وانت طيبة يا حاجة، وربنا يخليك لينا ورمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله رمضان كريم يا كابتن. علينا كمان يا كابتن. أشكرك على حلقتك الجميلة. شكرا حبيبي، صباح الفل. صباح الفل. مشاهدينا الكرام بنشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله على أن نلقاكم بإذن الله مع نجم آخر وحوار آخر وبعيدا عن الملاعب. ورمضان كريم يا كابتن، السلام عليكم.
رمضان جاي.